بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن مناسك الحج، وطبعا سوف نختصر بقدر الإمكان، ولكن مع بيان يعني الملاحظات المهمة نظرا لضيق الوقت، لأن الكلام عن أحكام الحج يتسع، لكن أحببنا أن تكون محاضرة واحدة مختصرة نسرد بها يعني بالتدرج وبشيء من التفصيل كيف يحج هذا العبد المسلم. أولا، كلمة الحج في اللغة العربية هي القصد، وعندما نقول الحج المراد به شرعا هو القصد إلى بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة التي سوف نتكلم عنها. وإذا لاحظنا في التعريف لم نذكر قصد ماذا المدينة المنورة، لأن ليس من مناسك الحج. فإذا إنسان على افتراض ذهب وقام بس في مناسك الحج اللي هي سوف يأتي معنا الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة عقبة الكبرى وطواف الإفاضة وسعي الحج ورمي الجمرات أيام التشريق وفي الحلق، طبعا يكون أدى مناسك الحج وقبل أن يذهب يطوف طواف الوداع. هذه المناسك سوف يأتي معنا التي سوف تنقسم معنا إلى أركان وإلى واجبات وإلى سنن. فبالتعريف لم يرد زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا ذكر العلماء أن زيارة مؤكدة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وشوق المؤمن عندما يصل إلى تلك الديار المقدسة يعني إذا ما في عذر كما يقول شديد يمنعه لا يقصر بالذهاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في بعض الحملات تذهب قبل إلى الزيارة، قال وكأنه يذهب ويتحضر عند الحبيب صلى الله عليه وسلم روحيا وإيمانيا ثم يذهب إلى الحج. ومنهم من يعني يقصد مكة أولا وينتهي من مناسك الحج وبعد ذلك يقوم بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على افتراض ما ذهب، يمكن إنسان من أهل مكة أو جدة أو فقط قام بمناسك الحج التي نتكلم عنها، هل لم يصح حجه إذا لم يذهب؟ لا، يكون حجه صحيحا. الحكم كما نعلم هو فرض باتفاق المسلمين، يعني لم يقل أحد أنه سنة، الحج هو فرض، ولكن بشرط طبعا ماذا سوف يأتي معنا في يجي معنا طبعا بعد الإسلام عنا قضية البلوغ والعقل والاستطاعة سوف نبين بعد قليل. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج يجب مرة في العمر، مرة واحدة في العمر. كنا ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المحدين لما جاءه رجل وقال له أفكل عام يا رسول الله، وصار يكرره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجب، ولو وجبت شو بده يصير فيه؟ كان مشقة العباد. هذا من رحمة الله أنه يجب مرة واحدة في العمر إذا توفرت الشروط. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، والركن الخامس ذكر عليه الصلاة والسلام حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأجمع يعني العلماء على فرضيته. ولذلك من ينكر وجوب الحج والعياذ بالله يخرج عن الإسلام. إذا جاء إنسان الحج منه فرض، ما في شيء اسمه حج ومناسك وأخذ الحج بمعنى القصد اللغة العربية، قال بقصد أنا أي شيء، قال والله بذهب إلى كربلاء أو بذهب إلى النجف أو بذهب ما بعرف إلى أي مكان وبحج هنيك، بالصح الحج ذهاب إلى مكة والطواف بماذا؟ بالكعبة كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، والوقوف على جبل عرفة. شروط وجوب الحج: أولا الإسلام، يعني إذا إنسان منه مسلم ما بيصح حج، مثل إنسان بده يجي يصوم منه مسلم بصح صيامه؟ لا يصح. العقل، لأن المجنون غير عاقل لا يدري الأحكام،
يعني إنسان ماشي ولا يعلم شيء، مجنون، من واجب عليه الحج؟ البلوغ. طيب إذا إنسان من بالغ حج يصح حجه؟ يصح، ولكن لا يسقط عنه الفرض. هنا القضية، يعني يكون ولد مميز، صبي أو صبية عمره 9 سنوات 10 سنوات 8 سنوات مميز، ولكن لم يبلغ وحج وقام بكل أركان وواجبات الحج قام بها، يكتب له أخونا محدين ماذا؟ الأجر والثواب. حتى الولد الصغير، هذا الصحابيات كم عام؟ ولد بيبي، قالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم. قال وهنا تنوي عنه، لأنه ما في ينوي ولا شيء، قال تنوي عنه، لك عم تحمله معه بالمناسك بالطواف بالسعي بالوقوف بعرفة، قال يكتب له أجر ثواب الحج، ولأمه طبعا أو أبوه اللي حمله أنهم أيضا الثواب العظيم عند الله. ولكن لكي تسقط الفريضة لابد من البلوغ، لابد ماذا؟ من البلوغ. الحرية، طبعا الآن ما في عبيد، أيام العبيد العبد غير مخاطب لأنه لا يملك المال. خامسا أمن الطريق، يعني إذا الطريق غير آمنة الحج ما واجب، ولا يمكن معه مال ولا وزر، بس الطريق قالوا له في حرب وفي قطاع طرق وفي وغير آمن الطريق لا يجب عليه. الاستطاعة نوعان، في مباشرة وغير شو؟ شو الفرق بيناتهم؟ المباشر ما تتعبوا حالكم، ما عشان ما كل شيء تقروه، بلنا اعمال العقل خاصة بعد الأكل بيحرك الواحد، يكون والله كان صايم أفطر. ها سمعتوا شو قال العميد؟ إذا إنسان عنده المال والقدرة الجسدية يعني والبدنية، معه مال وتوفرت شروط وجوب الحج ولا يوجد بصحته شيء، يعني منه مريض، ما معه مرض مزمن، واجب أن يذهب بعينه بنفسه. يعني واحد غني ما شاء الله وكذا ما أشبه شيء، قال أنا موكل واحد يحج عني، شو العذر؟ أنا عندي شركات وعندي أعمال وما بقدر أنا أغيب أبدا. بقول له منه عذر، أنت عندك استطاعة مباشرة. طيب مين هذا اللي بيقدر يوكل؟ هذه الاستطاعة الغير مباشرة مين؟ قال من هو مبتلى يا لطيف بمرض مزمن لا يخوله أن يذهب إلى الحج. في ناس عندهم أمراض مزمنة بس في يروح يأخذ إشادات الطبيب بقول له شو يعمل، بس في ناس صحتهم ما بتتحمل لا الحرارة ولا التدافع ولا، وأطباء يعني يوجد أطباء مسلمون ثقة قالوا أنت ما فيك تحج لا هلا ولا فيما بعد. هنا ماذا يفعل؟ يحج عنه ولو بحياته، لأن أصلا الإنسان بحياته هو بده يذهب، كيف هون وكل؟ نسمع حجة البدن عن الميت، كيف هون بحياته حج عنه؟ بهذا الشرط عدم القدرة. أما يكون عنده هو فوبيا أو عنده خوف إنه والله عبشوف بالتلفاز في زحمة وعبقوله في نطرة بالمطار، وفي كتير ناس هيك يا لطيف تلاقيه بيذكر حجج واهية عبيأجل الحج وما بده يروح، وبقولك في شو فتوى فيني ابعت حدا فيني كذا، يذهب ماذا؟ بنفسه طالما لا يوجد لديه مانع بصحته. نعم. المرأة ماذا يزيد عليها من الشروط؟ قال أن يكون مع المرأة زوج لها أو محرم، أو عند الإمام الشافعي إذا هذه حجة الإسلام فيها تذهب وحدها بشرط شو يكون معها؟ نساء أي وثيقات مشهورات بالعفة والتدين، يقول لك أنه نساء صالحات، بس هذا بشرط يكون هذه أي حجة الأولى، وأنا عند الإمام الشافعي. أمر آخر، ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة، طلع اسمها بالحج كذا طلقها زوجها، صار خلاف سبحان الله أم طلقها، صار عليها عدي ما فيها تروح، أو توفي زوجها قبل الحج بشهر، توفي زوجها كانت مقدمة اسمها يعني طلب بالحج وطلع اسمها بس مات زوجها، يا لطيف سبحان الله صارت بعدي، قالت لي ما رايحة عبادي و خلص يؤجل بقى إلى العام ماذا القضاء، قالت لي بركي ما عشت، ربع مين أعلم إنه كان عندها نية بالذهاب فيكتب لها الأجر ولا إثم عليها. قال وتحتاج طبعا إلى ماذا؟ إلى إذن الزوج، تحتاج المرأة إلى إذن زوجها،
يعني لا تذهب ما يمكن خيا تقول لي محرم إلها، ابنها محرم إلها، بس كمان ده تستأذن مين؟ الزوج. شروط الصحة الإسلام التمييز، أن يكون ماذا؟ مميزا. إذا ما أنه مميز كما إذا كان بصير أهله بينوا عنه للولد، لا ما بيعرفينه. وأن نين يحرم؟ في ميقات زماني، يعني في وقت بدوينه، يعني إجا برمضان نوى الحج بالصح؟ ما بالصح، في عندك وقت شوال ذو القعدة وذو الحجة. طبعا هلا بتقولي في حدا ينوي من شوال، أو على افتراض إذا راح هذا متمتعا، راح بكير متمتع بيعمل عمره بفك أحرامه بضلوا بمكة أو بالحرم، وبيروح يجي على السكن أو على الأوتيل ولا يجي وقت الحج، بينوي بقى الحج منين؟ من مكانه. وهلا بده يجي معنا سورة المتمتع. أن يكون وافي الأركان حتى يصح الحج، لأن هلا نشوف إذا نقص ركن من أركان الحج لا يصح، ما في يذبح. يعني تخيل واحد موقف بعرفة، واحد موقف بعرفة وصل مأخر، أخذ تأشيرة مأخر للا طيران، وصلت الطيارة قبل ما وصل لعرفة كان شو؟ خلص الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة سوف يأتي معنا من ظهر يوم قد ايه بيكون؟ التاسع من ذي الحجة إلى فجر امتين؟ اليوم العاشر. السنة عنشوف ينفر عند الغروب، أن يجمع بين الليل والنهار، بيكون من الظهر عند الغروب بينزلوا إلى مزدلفة، وعيأتي معنا. قال الأعمال أي الحج منها ما هو واجب، لما نقول واجب يعني يجبر بشو؟ بدم. هذا احفظه، نقول هذه الشغلة واجبة إذا ما عملها تجبر بدم يذبح وبصح الحج. ومنها ما هو ركن، إذا قلنا ركن ما بصح الحج إلا أن يأتي به. ومنها ما هو سنة، إذا فعل له أجر، ما فعل لا دم عليه بس الأجر بقل. واضح؟ واجبات الحج: الإحرام من الميقات، مش الإحرام، تبقى العبارة دقيقة، لأن الإحرام يعني النية ركن، الواجب الإحرام من الميقات. اللي كيف شيخ؟ هو النية أكثر. يعني إنسان بالطائرة، شو بيقول الكابتن تاع الطيارة؟ إنه بعد 10 دقائق حيصير وقت الميقات مشان ينوي الحجاج أو المعتمرين. فهذا صاحبنا أخذ كرسي ونايم، وما نوى قبل ما يطلع الطيارة، قال هلا بس يذكرنا الكابتن بنقول. فهذا قعد آخر شيء ونام، وما حدا انتبه له على افتراض. قطعوا الميقات ووصلوا على مطار جدة، شوفوه عم بفضوا الطيارة، لقوه نايم. خي قوم انت شو بدأ؟ والله أخذ حبة دوخة كانت، بس أخذها على الحبة مبوعة مبتوعة. طب انت أحرمت؟ شو أحرمت؟ لو صنع ستبجد ما أحرم من الميقات، ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. لأتنيتوا نفس الشيء هون، شو بده يعمل؟ قال إما بده يرجع إلى الميقات، وغالبا بيكون هذا صعب، وين بده يرجع إلى الميقات؟ إذا رجع ما في إشكال، بيرجع بده ينوي من هنيك. قال ما رجع، بده يحرم، صار منين؟ داخل الميقات، فترك واجب من واجبات الحج. شو صار عليه؟ دم. هلا نحن من لبنان بنكون ذاهبين، مر الطيارة فوق آبار علي ميقاتنا، يعني حسب منين عم بتمر الطائرة وأنت منين عم تقطع، فوق آبار علي، ف بتم التنبيه، فانت بتنوي. هذا اللي عم بروح دغري على جده، يعني بتنزل بجده وبده يجي يروح الى مكه يعمل العمره اذا كان متمتعا. اللي بيكون رايح على المدينه ما بينوي، رايح على المدينه ما في، ما بينوي، بعد ما يخلص الزياره ابار علي الان بالمدينه، بياخذون على ابار علي بينوي من هنيك وبيتجهوا بيرجعوا الى مكه. المبيت بمزدلفه، مزدلفة وين؟ وبتقول لي وين مطرحها؟ مزدلفة بعد النزول من أين؟ من عرفة. بعد ما بتنزل أنت من عرفة في مكان اسمه مزدلفة، من بعده. نعم.
جينا على مزدلفة، شو معنى مزدلفة؟ صفيتي معنا انه مزدلفة بنكون نوينا ان نؤخر المغرب لوين؟ الى العشاء، هنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، جمع تأخير، وين بنصليهم؟ بمزدلفة. وين؟ ما في مصلى وجامع باص بده يشوف كل باص يدبر حاله، بيجي الشرطي و بصير بدك تشوف الباص وين بدبر حاله، وبننزل على الطريق. تكون انت يا محافظ على وضوءك، او اذا ما محافظ على وضوءك بتخلي معك قنينه صغيره يا محدين. شو بتعمل؟ بتتوضى فيها وبتطبق الاركان، مش والله السنه ثلاث مرات وعم تتمضض واستنشاق ما في هنيك، انه تجي معك المي في اماكن الوضوء، في اماكن خلاف، بس توقف طابون بسم الله ما شاء الله. على ما بقول على شيء من باب انه التخويف، لا، كله ان شاء الله باجره، في لذه في ذلك، بس كمان بده يهيئ الانسان نفسه، مشان قد ما فيه يقلل الطعام. هذه اول نصيحه بنقولها للحجاج والاطباء، بقول الطبيب الحملي دائما انه الطعام قلل، ما تقعد تكلف ريريج ودجاج وفواكه وذراء وخوخ وموز ممكن بعض الاشياء بينصحك فيها بشكل معتدل، يمكن موزه ايه، لبن، ماء، تمر، بس ما يخبص الانسان بالطعام. صلينا المغرب عشاء جمع تاخير، بدنا نبقى بمزدلفه بعد منتصف الليل، منتصف الليل بناخذ من المغرب الى الفجر، يمكن يطلع 11:30 ما ضروري يطلع 12. وعند امام الشافعي يكفي قدر حتى الرحال، يعني 15 دقائق بس، بترجع بتكمل لوين؟ اما الى الطواف الافاضه او الرمي، حسب الحمله بتلتزم بتعليماتها. اذا انت بدك تمشي كترتيب الافضل رمي بعدين الطواف، لكن ممكن يكون في حكمه انه تروح دغري على الطواف تلتزم. وين صرنا يا خطيب؟ في رمي الجمار، هذا من واجبات الحج. في عنا بعد مزدلفة رمي جمرة العقبة بس، موضع واحد، طلع أن أجيكم بالصور، يعني بس من زيت 7 حصيات بعدين بنروح على الطواف. هلا بالتاني يوم العيد وثالث يوم العيد، هلا بيجي معنا اسمها أيام التشريق، هون بننمي 7 7 7، في صغرى، في وسطى، وفي ماذا؟ كبرى. هذا كمان شو قلنا؟ رمي الجمار واجب، منه ركن، يعني إذا اعتبار واحد ما عمله بكون عليه دم. المبيت بمنى ليلتي التشريق، هذا عند إمام الشافعي، لأن لا ما بيتيسر لكل الحجاج يناموا بمنى. تقولي طب ما مذبحنا وما نمنا بس رجمنا ونزلنا، هذا على مذاهب أخرى أنه سنة، وهذا فيه توسعة خاصة في زماننا وخاصة في كبار بالسن. خامسا طواف الوداع. وداع شو يعني؟ لما تخلص كل المناسك قبل ما تغادر مكة بتطوف طواف عادي، ما في سعي، بس بتطوف 7 أشواط وبتكون بثيابك، يعني ما بدك محرم، تنوي فيه طواف الوداع. وبعد ما تعمله لا تتبضع إلا شيء ضروري، لا تشتري ماء، شيء طعام، بس لا تجي تعمل شوبي ما بيمشي الحال. أركان الحج: الإحرام، هون بقى الإحرام يعني النية، يعني لما تقول نويت مثلا الحج او نويت العمره، هون النيه، نقول ركن من اركان الحج او العمره النيه، تقول هون نويت الحج واحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحج، بتصير بتلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، بتلبي. هذه النيه ركن من الاركان. بدك تقول عن فلان، بدك تروح بتقول والله عن فلان، بدك تسميه، ما يكون اخذ مصاري حجة بدل وينوي عن حاله، يا لطيف ما بجوز، رايح على الحج بده يكون مؤتمن، وما في ياخذ حجتين بدل وينوي عن اثنين. يعني اجى واحد اعطيه 5000 دولار حجة بدل عن فلان، واحد اثنين 5000 دولار حجة عن فلان، طب كيف اخذت انت عن اثنين 10,000 دولار على اي سنة جايب؟ لا، ما في، انت مؤتمن على السنة، اخذت من واحد دفعت للحملة وذهبت تنوي عن واحد.
خلص ما هي المناسك بقى كلها عنه، مهم النية الأساسية. الوقوف بعرفة، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأن كما ذكرنا من فاته الوقوف بعرفة فاته ماذا؟ الحج. ويكفي أن يوجد فيه لحظات من ليل أو من نهار بطمأنة، يعني من الظهر اليوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، بس طبعا السنة تكون بطمأنة من الظهر إلى أنتين إلى المغرب. شو منصلي بعرفة؟ الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، بصلي ركعتين الظهر بعدين ركعتين ماذا؟ العصر. طواف الإفاضة، نسمى من الإفاضة لأن أفاض منين؟ من عرفة، نزل من عرفة، وهذا طواف الإفاضة عدا طواف اللي يكون عمله المتمتع للعمرة. المتمتع مثل ما قلنا أول ما بيوصل بيعمل عمرة، بطوف طواف العمرة وبيسعى سعي العمرة وبيتحلل. أما هنا طواف الإفاضة للحج، يعني بعد ما طلع عرفة نزل وين قلنا؟ مزدلفة، رمي جمل عقبة الكبرى، إجا يطوف طواف الإفاضة وبرجع بيسعي سعي ماذا؟ الحج. إذا ذكرنا رابعا السعي بين الصفا والمروة، وخامسا شوفي الحلق بده يحلق. هلأ نأتي كيف الإحرام. التجرد عن لبس المخيط من الثياب والحذاء، وهنا منقول المخيط المحيط، مش إنه المراد مخيط وما يكون فيه خيطان، ما المناشف كلها خيطان. أجلكم الله الحذاء يعني المشي بيجيبها بلاستيك، بيقول لي لا ما بنيها مدروزة تكون جلد ومدروزة عن الجلد. خير مين قال لك؟ قال لا ما فيها خيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. المراد الإحاطة، يعني أنا هاي العباية فيني أحرم فيها، بس كيف؟ بشلحها وبلفها لف، مهم ما ألبسها ما تحط فيه، فيني أشلحها. يمكن بتصير إنسان طلع على الطيارة عبنا المناشف معه وقال بحرم بالطيارة، طلع ناسيون وين؟ بالشحن. وكيف بدي أحرم كيف؟ نقول واحد عطيه منشفة من فوق منيح دبروا، بس نقول ما حدا، يعني يمكن يكون واحد معه إزار بيضاء يستغنى عن وحدة ليحرم يرجع بياخد التاني، نقول ما حدا عطيه أو ما في، وفي شيء قادر يلفه يقولوا قوم مش ليح كل شيء، طبعا تجرد من كل ثيابك وهذا الشيء اللي قادر تلفه على وسطك ولو هو تقولي عباء أو كذا ما في إشكال. واضح هذه كتير تعمل أزمة عند الناس إنه خيط وما خيط، لا هي المراد الإحاطة. مننبه إنه الشحاطة تكون مفتوحة من الأمام ما تكون مسكرة، والصندل إذا بده يلبسه مي يسكروا من وراء ساعته، بده يكون مفتوح من الأمام وماذا ومن خلف. المشاية بأصبع ما فيها إشكال لأن هي كلها مفتوحة من الأمام. طبعا هذا كله بحق مين؟ الرجال. المرأة كل شيء بتضل طبيعي، بس مهم ما تغطي وجهها، يعني ما يكون في النقاب ولا الكفوف. يجب على المرأة ذكرنا كشف الوجه والكفين قبل الوصول إلى الميقات، ينوي المسلم بقلبه الإحرام، يعني إذا بده ينوي الحج مباشرة بقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحج. هذا إذا رايح مفرد يعني بس نوي حج، أما بده يذهب متمتع مثل هلا أغلب الحملات بينوي العمرة، بيخلص العمرة قلناه بيفك إحرامه ليجي وقت عرفة بيحرم من الأوتيل اللي هو فيه وبيطلع على عرفة. واضح. ويستحب للمحرم الإكثار من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر التلبية. الله عم بلش نسرع شوي مشان الوقت. كما ذكرنا في الإفراد ذكرنا بينوي بس الحج، التمتع ذكرنا أنه ينوي العمرة بيجا بيتحلل بعدين ينوي الحج لما يطلع على عرفة، وهنا يجب عليه ماذا؟ الدم، يعني يذبح المتمتع. هلأ الحملات اللي مثل أنا بلبنان مثلا كون طالع كلها متمتع، ضمن تكاليف الحملة شو بيكونوا حاسبين يا سعيد؟ ثمن الهدي، فهني بيكونوا شو؟ عيذبح. الوجه الثالث القران، يعني بينوي الحج والعمرة مع بعض، بيكون مثله عند الشافعية مثل المفرد بس بالنية بينوي الحج والعمرة، بياخذ الأجرين، بس بيكون هنا واجب عليه ماذا؟ الدم، يعني هنا بيعمل أعمال الحج بس لأن نوى الحج والعمرة،
يعني لما يوصل ما بيعمل عمره اللي عامل نية القران، بيطوف طواف القدوم وبيضلوا محرم مثل المفرد، لا يطلع على عرفة ويرجع ينزل إلى مزدلفة ويرمي جمرة العقبة الكبرى بعدين يطوف، يصير فيه صعوبة. هذه هينة على مين؟ مثل أن اللي بروح قريب إلى يوم عرفة أو اللي بيكون من أهل مكة أو جدة بيذهب دغري إلى عرفة أو بيذهب إلى عرفة مباشرة. هذا عند الشافعية، ما بدي غلبتكم. عند الأحناف في إلى تفصيل آخر للقران، يعمل طوافين وسعيين، بس ما إنه كلامنا الآن. الوجه الرابع أن ينوي الإحرام دون قصد الحج أو العمرة أو القران، بعدين بيقرر. بس هذه ما حدا يعملها أحسن ما يضيع وينسى شيء، هذه من باب الفائدة. بس من السنن الاغتسال، التجرد كما ذكرنا من المخيط، بدي يحضر حاله، التطيب طبعا بعد ما نوى فيه يتطيب ما في إشكال، فهذه السنة، وصلاة ركعتين. هلا وين بيصليون؟ في صليون بالبيت، في منهم بيصلون وين؟ بالمطار، ما في إشكال. محظورات الإحرام كما ذكرنا، ما بيلبس المخيط المحيطاني. أحرمنا يا خطيب، ما فيك تيجي تحط لي قولون سوا، أحرمت خلص. فيك تلبس ساعة؟ ما في إشكال. عوينات؟ ما في إشكال. وشمس؟ ما في إشكال. حسب إذا بده يصير عنده خيالاء شيء تاني، بس ما بيأثر كمحظورات إحرام. لبس شنطة؟ ما في إشكال. كل الشاط المحرم ما في إشكال، حتى الشاط ما في إشكال. ترجيل الشعر بده ينتبه، يعني تمشيط جاي والله بيعرف شعره بيتساقط، أصلا عم مريح راسه الخطيب، ما في شيء. فإنسان يكون شعره طويل وبيعرف لما بده يمشط إنه رح يتساقط، بده يجتنب ذلك الأمر. حلق الشعر أو النتف معروف، تقليم الأظافر، تطيب للدهان، الصيد على افتراض إذا كان رايح بالبر، أو إذا كان يعني بمكان في استراحة وعم ينتقل يمكن بين مكة والمدينة أو ما يصطاد أي شيء، طبعا صيد البر. عقد النكاح، ولا حجة ما شاء الله تخطب وطالعة بالحملة، شافت شاب كذا وطالعة بادي، قالت له يلا فلاني بيني طول أو كذا وبتناسبك هاي، أما لا حجة جايين على الحج، قالت له أيام مباركة وكذا، وفي الشيخ، لكن الشيخ ما يفضل. بس اجت قتل له للشيخ، ولا الشيخ لا ممنوع، الله انتم محرمين، او والله بعرفه افضل يوم ودعاء وكذا وكل العالم هلا شهود، ما بيصح العقد. الجماع طبعا، او اي مباشره بشهوه او اي شيء بين الزوجين بدهم ينتبهوا. لذلك الانسان اذا لا يامن على نفسه على افتراض، ما يكون هو زوجته ساعتها بغضه وحده. اذا لا يامن على نفسه وخاصه ما يكون محرم، بده ينتبه لهذه الامور. قطع الشجر والنبات معروف ايضا، ذلك ممنوع من المحرمات. سنن دخول مكه عن افيه صراحه، ما معنا وقت عن اخر الاسئله. الوقوف بعرفه، ان يكون الوقوف في جزء من اجزاء فتره الوقوف، يعني مثل ما ذكرنا من ظهر اليوم التاسع الى فجر يوم ماذا؟ النحر. شايفين الصوره وان كانت صغيره؟ هذا بيسموه الشاخص جبل الرحمة، بس لا يشترط يطلع الإنسان إلى هنا. عرفة منطقة بأمها وأبيها كما يقال، مساحات شاسعة كبيرة، وين ما وقفت ضمن حدود عرفة خلص هذا الوقت. لا في ناس شو بيتخيل أنه بدي يوقف واني عربش. مرة كنا بأحد يعني سبحان الله السنوات ذهبنا فيها الحاج، فطلعنا وقفتنا على الخيمة وبدنا ننزل يعني صار المغرب، فاحد الحجاج قال يلا امتين يعني تاخذونا على الجبل يا حاج، كل حكي انه نحن هلا بعرفه وعم نذكر وعم ندري، قال ايه انه فكرت نرجع بدنا نطلع على الجبل. اخي هذا هو، هذا كله جبل شو؟ جبل عرفه. ففي ناس حط براسه انه لابد ان يتسلق انه يطلع، او بده يشوف هذا الشخص محل جبل الرحمه لونه ابيض، هون بننبه بعض الحجاج هداهم الله، بصير بعربش فبيوقع، بصير مثل الدومينو كلهم بيقعوا على بعض، بصير اوقات هنا في اصابات، فهذا منه مطلوب. ان يقف ضمن حدود عرفه كما ذكرنا، يعني اجى انسان انا افتراض منه بحمله جاي وفايت، قال لا مكان ما في عجقه، بس قري انه والله عرفه، قريت عرفه، بس انت واقف خارج الارمه، يعني الارمه مكتوب وجهك عرفه، قبل شو انت برات عرفه، بدك تتجاوزها يعني يمكن يكون فشخه، ضلوا واقف برا،
بصح تفوت إلى الداخل. وذكرنا بأخر المغرب والعشاء إلى مزدلفة ودي صلي الظهر والعصر في عرفة. نعم أو كلمة وقوف ما ضروري يوقف يوقف يعني في يقعد يعني هو طلع على عرفة طلع على عرفة ولو ضل قاعد يقول الإنسان مريض حتى لما يصير الذكر والدعاء كله قاعدين بقلب الخيمة وفي السفنج وفي كل الأشياء الآن وسائل الراحة ما فيها أي إشكال يعني هي قضية الوقوف يعني الصعود والذهاب وقصد عرفة. وكما ذكرت لا يشترط يبقى من الفجر من الظهر إلى المغرب أو إلى الفجر أي شيء يعني يمكن يكون دقائق طلع ونزل ويمكن يطلعوه بالإسعافات. شفتوا لما صار حادث العام الفائت ذكرين العلماء يمكن يكون إنسان مريض يكون اسمه طلعوه يمكن شوي ونزلوه خلص صح الوقوف بعرفة. قال أن يجعل صعوده إلى عرفة بعد دخول مكة وأداء طواف القدوم طبعا هذا إذا كان من متمتعا. أما المتمتع ما يعمل طواف قدوم. المتمتع أو المبيوصة يعمل طواف ماذا؟ طواف العمرة. على أدي كمان سنن عن أفية قصة الخطب التي تقام مبتين يذهبوا لما معنا وقت المبيت بمزدلفة. يجب المبيت إلى ما بعد منتصف الليل بعد الحملات الله يهديون بقولك نوصل على الحرم بكير عشان العجقة فما بيبيت بمزدلفة لا يحقق المبيت بمزدلفة يعني بيوصل قبل منتصف الليل بيصلي المغرب والعشاء وبضلوا مكمل فوت شو واجب من واجبات الحج صار في دم صار في شو دم. هلا متو أنا يمكن يجي الشرطي يقول له ما يوقف هون بده يرجع يقرب يروح يبرم و ليحقق ماذا المبيت. إذا صار شيء ضروري ما بعرف بشوف شو هذا الأمر اضطر إليه بكون عليهم ماذا دم. ما فيهم يضلوا بالباص ما هم يحققوا المبيت. هو شو بيصير بتوصل على المزدلفة بدك تنزل تدبر حالك تصلي المغرب عشاء جمع التأخير يمكن ما تقدر الباص يضلوا بمكانه يمكن ما يلاقي صفي ما يلاقي مكان بيضطر يمكن بقول لك تتبع عندي إرشادات المرشد والمعرف يمكن لا اطلعوا اطلعوا يرجع يقدم إلى مكان آخر يمكن لا الباص يقف بمكان بيضل معك حدا من الحملة إنه الحجاج كلهم وبتابع وين عصف الباص بيجا بيلحق الباص بيكون في ترتيب طبعا لحتى يحقق ماذا المبيت بمزدلفة. نعم وبلم سبع حصيات للعقبة لم يجب العقبة الكبرى بس نقول إذا جايبهم من غير مكان ما في إشكال على مدار يأخذهم من لبنان. وطبعا بمزدلفة في جبل صغير يسمى المشعر الحرام كثير ناس بتقول لك شو المشعر الحرام هو بمزدلفة يسن يعني إذا قدر الإنسان يقف عنده ويدعو بتمنى وأن يبقى إلى الفجر إذا استطاع. قال إذا نزل الحاج من عرفة وبات بالمزدلفة يتجه إلى جمرة العقبة ويدخل وقت الرمي بعد منتصف ليلة ماذا العيد يعني نحن باليوم التاسع غربت الشمس شلنا بليلة ماذا العيد يعني بعد ما تبيت مزدلفة بعد منتصف الليل وبتت صافيك شو تعمل يا أخونا محدين حاج محدين ترمي. قال ويمتد إلى مغيب شمس يوم العيد يعني يوم النحر فيك بعد وقت يمتد. ثم يجب عليه في كل يوم من أيام التشريق أن يرمي سبع حصيات يعني بتاني يوم العيد شو عنا بيكون هون الحج طاف وسعى عليه بقى وبروح بيرمي بتيابه. وبنصحكم اللي رايحين على الحج يأخذ معه حذاء رياضي سبدرين بغض النظر شو ماركته ما بيأثر هلا شو ما كان هلا أحسن يصير يقول لي يكون مريح للقدمين. ليه؟ في مسافات يكون بدها مشي في مسافات بيكون ماذا فيها مشي ياخذ معه ذلك الحذاء. ايضا دائما بنقول انه الانسان لما بيطبق ذلك بده يستشعر بكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكره بشوف اللي رايح ان شاء الله او اللي راح
كله مسهل الآن، برغم ما بنسمع أنه كله مسهل. هاي الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كل الأرض رمل صحراء، وأنا بالطواف الأرض بلاط وتعكس ماذا؟ الحرارة، يعني مبرد ما بتحرق إجرك، كل شوي في ماء زمزم عم تشرب، وأيوة مبردة وفي غير مبرد، وكل وسائل بعرفة قاعد بخيمة وفيها مكيفات مبردة والطعام والشراب وكله مؤمن، ما في ماذا؟ الصعوبات. قال بيرمي سبع حصيات بالصغرى، والسبع وين؟ بالوسطى، والسبع بالكبرى. أدي صاروا 21، كان في سبعة 28. تاني يوم من أيام التشريق اللي هو بيكون تالت يوم العيد، كمان سبعة بسبعة بسبعة، أدي صاروا ها. هلأ في رخص، أفضل شيء بالرمي طبعا بعد الزوال، كل يوم بعد الزوال، هذا كسنة، بس في صعوبة صراحة بكون في زحمة، في رخص والآن تأخذ بها الحملات ولا إشكال فيها، إنه أنت تاني يوم العيد، ركزوا معي هون، تاني يوم العيد تطلع إلى منى إمتين بالليل، بالليل قبل ما يأذن الفجر تاع أي يوم؟ تاع ثالث يوم العيد. ليه؟ لما طلعت تاني يوم العيد بالليل فيك بعد ترمي هون عن هذا اليوم اللي هو تاني يوم العيد، اللي هي أول أيام التشريق، ترمي سبعة بسبعة بسبعة وبتنطر ليأذن شو؟ الفجر، ترجع بترمي عن أي يوم؟ عن التنك، وخلصت الرمي. هذه فيها صراحة توسعة، بعض علماء أجهزة فيها توسعة على الحجاج، وهون بيكون طبعا تعجل، فمن تعجل في يومين. سنن الرجم ألا يبتدئ إذا وصل إلى بنا بشيء غير رمي الجمار، أن يقطع التلبية عند ابتداء الرمي، أن يكبر مع قذف ماذا؟ كل حصى بإيده حتى يرى بياض الأبط، يعني ما يجي واقف هون عم بيعملها، لا ما بده هيك سقطها تسقيط، ولا بده يترقب انه قايفه، او ولا جايب قصص قنينة صحة وحاطط ولا بالون واجا شو عمل، لا هذا ما بصح، ما بجوز، بإيده بده يرميها. في ياخذ السبع مع بعض يا وسام، يعني السبعة طرقهم مع بعض، وحدة بيتب كل وحدة لوحدة. قال أما المرأة فلا ترفع، ما بترفع مثل الرجل، وأن تكون الحصات أديه قدر البقلاء، شو البقلاء؟ بزلة تقريبا قدر حبة الحمص، لا كبيرة كبيرة ولا أنه لا ترى، أخذ معه تراب. بسم الله الله أكبر، ما بدي يقف من المسافات تنزل على رأس الحج أو الحجة، ترى لا بتقرب. طيب إذا هدولي رميهم سبع، بأي ببلش؟ بالكبرى بالوسطى بالصغرى بشو ببلش؟ بالصغرى بعدين الوسطى بعدين الكبرى. شروط صحة الطواف، سواء الطواف بالعمرة أو الطواف بطواف الإفاضة، أولا ستر العورة، وهم بننبه على الرجال والنساء، بعض الرجال الله يهديهم تقشط المنشفة تحت السرة، مبين السرة وتحت السرة مبين، هلا بينت السرة شوي فيها شوي خلاف عند علماء ربما يمشي الحال، ولكن تحت السرة مبين، أو صاحبنا مشوق تانية للمنشفة فصارت المنشفة فوق الركبة، خي شو عامل؟ ما بيجوز، بدك تستر من السرة للركبة، تكون مستورة أيضا السرة والركبة، يستر أفضل. النساء الغرة مبيني، يعني حاطة الحجاب ومبين شعراتها منين؟ من قدام، يعني حطي القمطة بسموها العوام، حطي ضبطي حجابك، أو رقبتها مبيني كمان بدها انتباه، أو يد الساعد مبين، يعني لابسة عباءة ما لابسة تحت شيء وفضفاضة وماشي وشو الساعد مبين، هذا كله بده انتباه، أو ما لابسة كلسات
ما لبسك، يعني يبدأ تستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين. الطهارة هذه كتير خطيرة أيضا. راح وضوءه وعم يطوف، شو بده يعمل؟ بده يتوضأ، بيرجع بيكمل محل ما وصل، بس بشرط ما يكون في فاصل طويل بغير عذر. يعني راح اتوضأ، شاف فلان على الطاولة، ما شفنا بعض ايام المدرسة، سبحان الله، هلا عاد لنشوف شو صار عندك اولاد، وين عم تشتغل، وين انت، يلا روح طوف. صار في فاصل طويل بغير عذر، بده يرجع عيد من الاول. اما لا، عبين ما راح واجا وفي زحام ما في اشكال. البدء بالحجر الاسود، بده يبدا من الحجر الاسود، وطبعا بده يكون البيت وين؟ على اليسار، يعني عم بطوف بعكس عقارب الساعة. وهون كمان بننبه، ما يقعد هو عم بيطوف على تل هام السيلفي وعم بيتصور وفيديو ويلا يا حجاج، وهو شو ساعة بيبرم ظهره خيمة ولايك وكلنا باي بالطواف. بده يكون كتفه اليسار وين؟ الكعب، ما بده يلتفت، إذا اضطر التفت بده يرجع مباشرة ينجلس، بس ما ضله ماشي وصار كتفه اليمين عطيه للكعبة. الطواف خارج البيت، ليه عم نقول ذلك؟ لأن في عنا حجر سيدنا إسماعيل، في حجر سيدنا إسماعيل ما بده يدخل الإنسان إليه، بيكون خارجه. والطواف طبعا سبعا، نكمل بسرعة، سنة الطواف عن أفيا. السعي، أن يسير من الصفا إلى المروة، ودي يبدأ الإنسان بما بدأ الله به. شو هو؟ إن الصفا والمروة، فيبدأ بالصفا وينتهي ماذا؟ بالمروة. وطبعا بالسعي لا يشترط الوضوء، بس السنة أن يحافظ على وضوءه، بس هذا في تيسير. إذا إنسان ما حافظ على وضوءه ما قدر يتوضأ لسبب ما وكمل، شو بنعد سعيه؟ صحيح. وبده يقطع طبعا جميع المسافة، بيبدأ بالصفا فينتهي بالمروة. في ميلان أخضرين طبعا كمان مع على نقول السنن بهلو بناتهم، مثل بالطواف ايضا باول ثلاث اشواط في رمل باسرع اذا قادر، على الزحام يكون صعب، بيكشف الكتف الايمن خلال الطواف. وفي ركعتين سنه الطواف قبل ان يذهب الى السعي، ويشرب الماء زمزم حتى الاطلاع، يعني للاخر، وزمزم لما شرب له. الحلق او التقصير، السنه للرجال الحلق على الموس. إذا بده يقصر ثلاث شعرات، الإمرأة طبعا فقط بتقص قدر الأم له، يعني طرف الإصبع، ثلاث شعرات أيضا يكفي بذلك. في عنا التحلل الأصغر والتحلل ماذا؟ الأكبر. شو التحلل الأصغر؟ عنا رمي جمرة العقبة، وعنا الحلق، وعنا الطواف. هدول ثلاث أمور، الرمي والحلق والطواف. إذا عمل اثنين من هول الثلاثة بنسميه تحلل أصغر، أي حل له كل شيء إلا أن يقرب زوجته. الأكبر إذا عمل الثلاثة، رمى وحلق وطاف، صار تحلل ماذا؟ الأكبر. وطبعا الذبح قلنا الآن خلص الحملة على تذبح، مش هيك مجموعين بكلمة رضح؟ رمي، ذبح، حلق، طواف، رضح، أربع أحرف، را، ذال، والطاء. بس اني الواجبين هم بالتحلل الاصغر والاكبر اثنين من ثلاثه، الرمي والحلق والطواف.